قلتني لك انا فهمي انا مش محتاجه تقولي اي حاجه. اديني فرصه اتكلم انا المره دي. مفاتيحك اللي نسيتيها عندي، مفتاح عربيتك اللي انا لسه راكنها لك تحت قبل ما اطلع لك، ومفتاح مكتبي اللي محدش هيقعد عليه غيرك، مفتاح الفيلا لما تيجي تشوفي الزينه وانا مش موجود. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجه، خدي المفاتيح. انا ممكن اخسرك كزوجه، لكن مستحيل استغنى عنك في الشغل ولا مع زينه في البيت. انت عارفه هي محتاجه لك قد ايه، كلنا محتاجينك. سموه ايه؟ آدم هو اللي هيسميه. أنا بصراحة ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. طب يبقى اسمح لي بقى يا آدم إني أسميه شريف. جبت لك شنطة فيها كل حاجة ممكن تحتاجها لغاية الزيارة الجاية. أحمد، أنت أجمل من كده. من ساعة ما سمعت الحكم في المحكمة وأنا حاسس إن أنا في كابوس. أنا مش مصدق أنا هكمل سنة هنا إزاي. حبيبي السنة دي عدى منها كذا شهر في الحبس الاحتياطي. وبعدين ده اللي قال لنا إن أنت أخدت أقل حكم ممكن ياخده حد في قضية زي دي. لسه تلت القضية الكبيرة اللي جايز تروح فيها رقبتي. بس المحامي بيقول ان انت لحد دلوقتي مفيش عليك اي دليل مادي. ولغاية دلوقتي لسه ما وصلوش البيت، وده اللي مخوفني. انا متأكدة بقى ان اللي ضرب عليك النار وانت خارج من النيابة ده هو القاتل. طول ما هو بره محدش عارف يوصل له. هفضل انا جوه كده ومش عارف اللي هيحصل. شغلك بيه على فكره انا لسه راجع من المعهد وشايف النتيجه. ايه طمني. نجحت ومنقول للصف الرابع. انت كريم يا رب، دايما انت كريم يا رب. ابوك هيفرح قوي لما يعرف. تعال تعال اخش ادخل يا حبيبي. عندي خبر حلو كمان هتفرحي له اكتر. قول. انا هقعد معاكم يومين لغايه ما اشوف هرسه مع سماح علي. هو انتوا اتخانقتوا مع بعض؟ مش طايقين بعض بقالنا فتره، ساعه بنت جوزها ما سابت البيت. ازيك يا وفاء؟ انا كويسه. مبروك، سمعتك بتقول لماما انك نجحت. الله يبارك فيكي. سمعت كمان انك قد كتابك الخميس الجاي.
ما دمت ناوي تقعد معانا بقى يبقى كده هتشهد على جوازي. طبعا انا لو ما شهدتش لاختي هشهد لمين يعني؟ سواء اللي اسمه حسام ده ياخدك مننا. عيب عليك، ما تخافش. انت متاكده ان النتيجه طلعت؟ لا لا، انا مش هقدر استنى لما تروحي تشوفيها لي. انا هستاذن من ابراهيم بيه واروح اشوفها بنفسي. ماشي، مفيش داعي تروح الكليه. طب اقفلي هكلمك تاني. مبروك جبتي جيد جدا. انت عرفت منين؟ انا رحت شفتها بنفسي. كنت عارف اني اعتذر النهارده. خلاص يا جميله، سنه واحده وتاخدي البكالوريوس. الحمد لله. على فكره انا عرفت ان انت اللي شغلتيني عند عاطف. اكيد كنت فاهمه ان هعرف يوم من الايام يعني. ادم اوعى تسيب الشغل عند عاطف هجرس. انت مش متخيل هو بيشكر فيك قد ايه. مش هسيبه يا جميل، مش عشان بيشكر فيا ولا حاجه، لا، عشان انت اللي جبتي لي الوظيفه دي، وده معناه ان كنت بتفكري فيا وانا مش واخد بالي. انما وظيفه يعني، مبروك يا جميله، يظهر النهارده يوم حلو. عشان جبت جيد جدا؟ أكيد طبعا، وعشان أنا كمان كسبت قضية مها. مبروك يا فندم، ليه ما قلتليش إن القضية النهاردة؟ يعني ما حبيتش أوترك معايا. كده ضمننا إن فلوسك هترجع لك. أو مها هتتسجن. بس أكيد هي مش هتضحي بحريتها عشان الفلوس اللي سرقتها منك. أكيد كمان هتستأنف ضد الحكم. بس هي ما عندهاش أي حاجة جديدة تخليها تكسب القضية في الاستئناف. المحامي قال لي نفس الكلام ده بالظبط. خلاص يبقى حضرتك تيجي معايا أنا وزينة النهاردة. رايحين فين؟ أنا كنت هعزمها على العشاء بمناسبة نجاحي، فهعزم حضرتك بالمرة بمناسبة القضية. معلش يا جميلة، بلاش أنا النهاردة، حاسس نفسي تعبان. ما أنا واخدة بالي بقالي كذا يوم. مش عارف، يمكن عشان كنت مستني نتيجة القضية، ولما كسبتها تعبت أكتر. غريبة، المفروض العكس. لا مش غريبة ولا حاجة، اليومين دول أي انفعال بتعبني، إن كان أخبار حلوة أو أخبار وحشة. خلاص يبقى بكره هعدي على حضرتك ونروح للدكتور قبل ما نيجي على الشركه. ان شاء الله ان شاء الله. عن اذن حضرتك. اتفضلي. احنا رايحين فين دلوقتي؟ احنا رايحين نحتفل بنجاحي. طب ونجاح انا؟ وبنجاحك انت كمان. ايه ده، هو في ايه؟ شافوك داخل المستشفى، حبينا نبلغك ان الاموره الصغيره عندنا. زينه؟ اطمن يا باشا، الاموره الصغيره في عينينا لغايه لما ترجع لك، ده اذا كنت حابب انها ترجع لك. بص يا باشا، الحكايه معايا بسيطه قوي، انت تروح المحكمه تتنازل عن الدعوه اللي رفعتها ضد اختك، وتقول ان انت وكلتها ببيع فيلا مارينا، وكمان تقول ان انت خدت ثمن الفيلا. انت مين؟ بقول لك ايه يا باشا، السؤال ده مش هيفيدك في حاجه. انا هسيبك تفكر وارجع اكلمك تاني، يا تتنازل عن القضيه يا مش هتشوف حفيدتك تاني. وبقول لك اوعى تراقب التليفون ده لان ملوش صاحب. الو، في ابراهيم بيه؟ مين اللي بيكلمك؟ مدحت. مها ومدحت خطفوا زينة، عايزين دي اتنازل عن القضيه. Thank you.
طيب طيب، اي جديد بلغوني بيه فوراً. ايه فيه؟ ابراهيم وصلته رسالتنا وهنعرف رده بكره. اكيد فهم خلاص ان احنا خطفنا البنت. قلت لك ما تخافش كده، انت ذات نفسك خايفه اكتر مني. الاول كان سرقه وتزوير، دلوقتي خطف. الله اعلم هترسي على ايه. ابراهيم هيتنزل عن القضيه عشان نرجع له زينه، ما قداموش الا كده. ده اللي انت بتحاولي تقنعي بيه نفسك عشان تبرري اللي عملتيه. اللي احنا عملناه وما كانش ينفع اعمل غير كده، ولا كنت عايزني اتسجن والمشروع يبوظ ونبقى خسرنا كل حاجه؟ واقول لك على حاجه، انت كمان الدينا ما كانوش هيسيبوك في حالك، وكنت هتتسجن بالشيكات اللي ماضيها على نفسك. يبقى خلاص بقى، ما فيش قدامنا غير زينه نشعبط فيها بدل ما نغرق كلنا. جميلة، عاطف هاجر سأل على كل حاجة. مين اللي عمل فيك كده؟ مين اللي بعتلك ناس ضربوك وخطفوا منك زينة؟ ما ومدحت بيه. ايه؟ بابا؟ مش ممكن. اكيد مها مش هتعمل كده من وراه. مش هيقدر يسيبها تخش السجن. طبعا خايف على المشروع اللي حط فيه كل فلوسه. بتحبني يا آدم؟ طبعا بحبك يا جميلة. تفضل جنبي لغاية ما نرجع زينة، مش بس عشان إبراهيم بيه، عشان أنا كمان. لازم، أنا بحب زينة قوي، بتفكرني بيا وأنا صغير ومش عايزة يجرى لها اللي جرالي. بالرفاهية والبنين إن شاء الله. الله يخليك يا محمود. مبروك يا أستاذ حسام. مبروك يا عريس. ألف مبروك يا وفاء يا بنتي. الله يبارك يا عروسة. مبروك يا حبيبتي. مبروك يا عريس. يا مبروك يا حبيبي. يا عروسة مالك، أنت قلقانة من الجواز ولا إيه؟ لا أنا بس كان نفسي جميلة تبقى معانا. يا ستي إن شاء الله هتبقى معانا في الفرح. هتيجي معايا المستشفى بكرة نطمن عليها؟ أنا عرفت إنها خرجت من المستشفى. خلاص نروح لها البيت. وإحنا ومحمود هنحصلكوا على طول، مش كده يا محمود؟ آه طبعا ده واجب. السلام عليكم. وصل الأستاذ يا خالد. حاضر يا حاج. اتفضل يا مولانا. اتفضل اتفضل. فريدة الشربات. اتفضل. استنى منك تليفون بقى لما تجهز الأسيرة. إن شاء الله. شرفت يا مولانا. إيه؟ مش هتقولي اتفضلي؟ اتفضلي. ميرسي. ما تخافش، مش جاية ابوظ كاتب كتاب اختك مع انك ما عزمتنيش. بس هتعزمني ازاي انت بقالك شهور سايب البيت، مفكرتش حتى تسأل عني، تعبت كتير. بس ده خلاني اعرف انك خلاص ما بقتش محتاجني، وانا ندمانه اني اتجوزتك.
كنت بدور فيك على شباب اللي راح حاضر، وبدل ما تعوضني اللي راح خدت مني شوية من اللي جاي. قضيت معاك يومين حلوين رغم انهم كانوا جذابين. يمكن لو حبيت حد تاني غير أمل كنت عرفت ازاي اخد حقي منك. من ساعة ما ربيتها زي امها وعملتها زي بنتي، وانا بحلم باليوم اللي زفها على عريسها بايدي. بس ما كنتش اتصور انها تسيب شباب العالم كله وتختار جوزها. بس انا مش زعلانه منها ولا منك انت كمان. انا عارفه انك مش قادر تطلقني عشان المؤخر الكبير اللي كتبته عليك. كنت فاكره ساعتها انها ربطه بيا، بس ما كنتش فاهمه اني مش هقدر اربطك غير بانك تحبني. دي الحاجه الوحيده اللي ما قدرتش عليها. خليت العصمه في ايدي عشان اطلقك لو كرهتك، وما كنتش اعرف ان انت اللي هتكرهني وتحب الانسانه الوحيده اللي انا حبيتها. انت تقلق معلش يا باشا، معرفش اكلمك غير دلوقتي. انا عارف ان قلبك بيتقطع على اموره الصغيره، وهي فرصه برضو ان احنا نتاكد من غلاوتها عندك، ونعرف كمان انها تستاهل الدفع لها 90 مليون مش 9. طب انا عايز اسمع صوتها، لازم اتاكد انها معاكم. عيب يا باشا كده، انت بتكدبنا. على قوم بكره الصبح يا باشا وانت راح تتنازل عن القضيه، هسمعك صوتها وهي بتترجاك وتقول لك ارحمني منهم. هروح بكره المحكمه اعمل تنازل واكتب على نفسي ورقه اني قبضت ال 30 مليون جنيه. بس كده ما هتبقى خدت كل اللي هي عايزاه، اكننا بنكافئها على عملته فينا. مفيش حد تاني. لو حصل اي حاجه او جرى اي حاجه لزينة انا عمري ما سامح نفسي، عمري. ادم هيساعدنا، ادم هيساعدنا نرجع زين. ادم مش هيقدر على ابوه، حتى لو قدر كمان يضحك مش هيقدر على مها. جميلة قالت انكم خطفتوا زينة. ساكت ليه؟ ولا مكسوف تقول ان ده اللي حصل؟ مش انا اللي عملت كده، مها اللي عملت كده. مها ما تقدرش تعمل كده من غير مساعدتك. يعني كنت عايز اشوفها تتسجن واقعد ساكت؟ عايزك تقول لي خبيته زينة فين؟ ما اعرفش. لا تعرف يا بابا، بس طبعا عامل حساب لمها لغايه دلوقتي. معلش يا ادم غصب عني. تعلمتني يا بابا ان ما حدش بيغلط غصب عنه، وعلمتني كمان إن الواحد لو قدامه فرصة يصلح الغلط ده ما يضيعهاش. مالكش دعوة بالموضوع ده خالص يا آدم، ما تتكلمش فيه تاني أبدا. يا بابا أنت هتخسر كل حاجة لو ما رجعت الزينة لجدها. بلاش طريقة الكلام دي معايا يا آدم. المشروع ما يسويش إنك تخسرنا زي ما خسرت ماما. أنا عملت المشروع ده عشان خاطركم، أنا هموت وأسيب لكم الفلوس دي تورثوها. يا بابا لا أنا ولا إخواتي عمرنا ما هنمد إيدنا على فلوس حرام.
يا بابا لسه قدامك فرصه تصلح غلطتك وترجع زينة لجدها، وساعتها تبقى كسبتنا وكسبته. بس بالطريقه دي ما هتسجن. ممكن ابراهيم مجاور يقدر اللي انت عملته ويتنازل على القضيه لما تصعب عليه اخته. لو اتنازل على القضيه مش هيتنازل على الفلوس، وساعتها انا اللي هتسجن. ده اخر كلام عندك؟ اقول لك ايه الحقيقه، ابراهيم بيه دلوقتي بين ايدين ربنا. الحقيقه ان هو جالنا متاخر قوي قوي، عشان كده ما قدرناش نعمله اي حاجه. كل اللي نقدر عليه دلوقتي ان احنا ندعي له ان ربنا يتولاه برحمته. وربنا معاكي.
ابراهيم ما بيردش عليهم. عدت لهم نمر جميله بس هي كمان ما بتردش. كان خلاص داخل المحكمه هيعمل التنازل. الرجاله بتوعنا خايفين يروحوا المستشفى يسالوا. تفتكر جرى له حاجه؟ ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ اي واحده مكاني كانت هتعمل اي حاجه قبل ما تتسجن. فكرك عارفة إبراهيم بيه مات. تهيألي مفيش واحدة عملت في أخوها اللي أنت عملتيه ده. اتجوزتي من وراها وسرقتيه وخطفتي حفيدته وقتلتيه. لا قتلتيه. ايه يا مها انت لسه ما لبستيش؟ ما تقومي كملي لبس. استنى شويه. محامي بيستعجلنا يا مها. هو المحامي ما قالكش عايزنا في المكتب ليه؟ معرفش، هو اختار المكتب وخلاص. انا مش عارفه اقف يا مدحت. انا بقالي يومين ما نمتش. ومين سمع؟ كان زيك والله. انا كمان الناس في العزا كانت بتبص لي وعينهم كانت بتقول لي انت اللي قتلت اخوك. ده بس بيتهيألك كمان. مدحت انت عارف ان انا ما كانش قصدي اذيه صح؟ انا بس كنت بحاول احمي نفسي من السجن. طبعا يا ما انا عارف. خلاص بعد اللي حصل ده بيتهيألي مفيش سجن. انا هجيب زينه تعيش معانا هنا. طبعا الرجاله بتوعك ما قالولهاش ان احنا اللي سلطناهم يخطفوها. طبعا لا، احنا كمان هنفهمها ان احنا انقذناها منهم. وهضطر كمان انزل شركه ابراهيم. طبعا يا مها دي شركتك وده شغلك. بس ما تخافش انا مش هعمل المشروع بتاعنا ده. احنا كمان يمكن نكبره ونعمل مرحله جديده. ربنا يسهل يا مها. يلا قومي كملي لبسك بقى. يلا يا مها. هنفتح الوصية. هو مش لازم القعدة دي كانت تبقى في بيت إبراهيم ولا إيه يا متر؟ ولا إحنا اتمنعنا من دخول بيت إبراهيم وهو عايش وهو مات؟ دي وصية إبراهيم، الوصية لازم تتفتح في مكتبه في الشركة، ويا ريته كان عايش عشان نعرف ليه. طب ممكن ندخل في الموضوع على طول عشان ما نضيعش وقت. إزاي؟ هي مش القعدة دي المفروض معمولة لأطراف الوصية بس ولا إيه؟ لو حضرتك هتشوف الوصية هتعرفي اني لا
لازم جميلة تبقى موجودة معانا هنا دلوقتي. وحضرتك متامل الله يرحمه صمم انه يسجل الوصية صوت وصورة، والتسجيل تم قبل اختطاف زينة والمختطفين يصوموا عليها. ازيك يا جميلة؟ طبعا اكيد اختي ما قاعدة معاك دلوقتي بصفتها من الورث الشرعيين رغم كل اللي عملته فيا، واكيد كمان مجرجرة جوزها معاها علشان يطلع حقوقها. عموما انا صممت اسجل الوصية دي علشان ما حدش يطعم بيها بالتزوير، ولان دي مفاجآت للكل.